بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الثانية. طبعا هاي المحاضرة أنا صورتها بس لقيتها بدون صوت فراح أعيدنها. طلاب، وصلنا لهذا المثال. مثال يقول سالب 27 أس 1/3 في 1/9 جذر 7 ناقص 1/9 جذر 28. شلون راح أتعامل وياه؟ طبعا ما راح نقدر نبلش قبل، أكو شغلات لازم نعرفها. اتباعوا لي هذا 1/3، هذا شنو معناته؟ شوفوا طلاب، احنا نعرف شكل الجذر، هذا هو شكل الجذر، وهنا دائما يكون رقم، فانا سويته مربع، هذا الرقم باعتبار مربع. راح نكتشف فد شغله جديده للجذر، اللي هي شنو؟ هذا الجذر ممكن ان نكتبه بغير صيغه، نخلي اقواس وبداخل هالرقم على شكل مربع، فهذا راح نكتبه الجذر التربيعي، راح ينكتب 1/2. الجذر التربيعي شنو ينكتب؟ 1/2، تمام طلاب؟ بالنسبة للجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي هذا شكله، فشنو راح ينكتب؟ راح ينكتب بهاي الصيغة، نفس الشيء أقواس وداخلها مربع، وهذا الجذر التكعيبي يتحول من هاي الصيغة إلى هاي الصيغة 1/3، فهاي انتبهوا ليها. فهسه انت شنو عندك؟ عندك الواحد على 3 هنا على 27، هذا معناتها الجذر التكعيبي، والجذر التكعيبي لل 27 3. شلون؟ ليش؟ لان ال 27 جايه من 3 في 3 في 3 ثلاث مرات 3، اذا 27، يعني 3 في 3 9، 9 في 3 27. فاذا الجذر التكعيبي لل 27 هو 3، تمام طلاب؟ اذا تنزل عندي هاي الناقص ايضا، فافتح قوس قوس. ايش راح اسوي؟ هذا السبعه راح اصعدها يم الواحد حتى اسهل لي الخطوات. ايش اسوي؟ بدل ما هي هنا اقول ان جذر سبعه في هذا الواحد راح تصير جذر سبعه، تمام طلاب؟ على 9. الناقص هاي تنزل هنا، شوف انتبهوا للطلاب، راح اخلي 9 وراح اخلي الجذر 28، راح احللها. شوفوا طلاب شلون احللها. 28 احنا اخذناها بالاساسيات بس راح اعيدها، ما يخالف. 28 هي عدد زوجي، اذا تقبل القسمه على 2. 28 تقسيم 2 بها 14، وال 14 ايضا عدد زوجي. شلون عرفت عدد زوجي؟ لان احاد الزوجي الاربعه عدد زوجي، اذا تقبل القسمه على 2. 14 تقسيم 2 7، والسبعة تقبل القسمة على نفسها 7، 7 تقسيم 7 1، وصلنا لواحد، إذا انتهى التحليل. إذا أخلي جذر فارق، كل عددين أخليهم برا الجذر، والرقم اللي بوحده يظل داخل الجذر، إذا راح تصير 2 جذر 7. أخلي إذا مكان الجذر 8، هنا جذر 8 28، بدل ما ضربتها بالواحد قبل حللتها وراح اضربها بالواحد، اذا راح احللها وش يصير؟ 2 جذر 7. هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بس مجرد انه اوزع السالب 3 هنا واوزعها هنا. انتبهوا لي طلاب ايش راح اسوي. شوفوا طلاب، هنا عندي سالب 3، من نضربها بجذر 7 راح تصير سالب 3 جذر 7 على 9، تمام طلاب؟ هنا السالب في سالب، هذا السالب راح ينضرب بهذا السالب، اشارات متشابهه، اذا سالب بالسالب موجب، هاي ضرب الاشارات. شوفوا طلاب، ونخلي الخط الكسر، 3 في 2 6 جذر 7. شوف طلاب هنا عندنا اختصار، خلينا نختصر. شوف طلاب هنا تباوع لي الثلاثة كم 3، راح تقول لي بها 1، اقول لك عافية. التسعة كم 3، راح تقول لي بها 3، اقول لك عافية. هنا نفس الشيء، الستة كم 3، بها 2. التسعة كم 3، بها 3. اذا شنو راح احولها او اكثر ابسطها اكثر؟ راح تصير عندي هنا الواحد ما له علاقه، ما له اهميه من الجذر، فاقول ان يبقى بس سالب جذر 7 على 3 زائد شنو؟
زائد 2 جذر 7 على 3. شوف طلاب هنا المقامات لو تباعوا لها متوحده، اذا انا متوحد المقامات عندي على اليمن على 3، اذا راح اقول احط الخط كسر المقامات متوحده على 3. اوكي، ناقص جذر 7 زائد 2 جذر 7. شوف طلاب هنا كانما جاي يقول لك ناقص 1 زائد 2، ما لك علاقه بالجذور. يعني جاي يقول لك جذر 1 زائد جذرين مال السبعه، فش يطلع الناتج مالهن؟ ناخذ اشاره الكبير ونطرح، مو ناخذ اشاره الكبير ونطرح المقام على 3. شوف طلاب ناخذ اشاره الكبير ونطرح، اشاره الكبير هي الموجب، اشاره الموجب ما تنكتب. 2 ناقص 1 1، اذا يبقى لي بس جذر شنو؟ بس جذر 7 وينتهي الحل. اذا وصلت لهنا معناته انتهى الحل، او تقدر تكتبه بالصيغه الثانيه مثل الكتاب، 1 على 3 جذر 7 ماكو اي اشكال، كتبته بهاي الصيغه ولا كتبته بهاي الصيغه انت حلك مضبوط وما بي اي اشكال. هذا بالنسبه لهذا المثال. خلنا ناخذ موضوع جديد اسمه العامل المناسب، وطبعا هذا موضوع كلش بسيط. شوفوا طلاب بقاعدتين، القاعده الاولى تقول لك انا ما اريد جذر بالمقام، هالمقام اللي هو جوه ما اريد شنو؟ جذر بالمقام. فشنو لازم اتخلص من المقام؟ شلون اتخلص من عنده؟ شوفوا مثلا هنا راح اعطيكم انا هاي القاعده وراح اخذكم مثال بسيط اطبق على هاي القاعده. شو يقول مثلا؟ عندي 1 على جذر 2، شلون اتخلص من الجذر؟ فشو يقول لك؟ يقول لك اول بدايه لازم تنزل السؤال نفسه، انا نزلت السؤال نفسه اللي هو 1 على جذر 2. ثاني خطوه يقول لك اضرب بالمقام بسط ومقام، اضرب بالمقام بسط ومقام، يعني اضرب بجذر 2 فوق وجوه بالعاميه. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شوفوا جذر 2 على جذر 2. هسه الخطوه اللي وراها ايش قايل لي؟ قايل لي اضربهم جذر اي في 1 جذر اي، جذر اي في جذر اي، اي بدون جذر. اذا انا لازم اسوي مثل القاعده، ايش اقول له؟ جذر 2 في 1 راح تصير عندي جذر 2، وجذر 2 في جذر 2 راح تصير 2 بدون جذر. اذا شوفوا انا جاي اطبق القاعده ما مسوي شيء جديد. اذا انا ايش راح اسوي هنا؟ نفس القاعده راح اسويها هنا، اقول ان تساوي اجرم انزل السؤال نفسه اللي هو 7 ناقص جذر 5 على جذر 5. اوكي طلاب، بيش اضربه؟ عافيه، اضربه بجذر 5 فوق وجوه، اضربه بجذر 5 فوق وجوه، جذر 5 زين طلاب، ويساوي اجرم خط الكسر. شوفوا طلاب هاي الجذر 5 راح تنضرب بهاي السبعة. احنا شنو قلنا القاعدة مالتنا؟ الرقم ويا الرقم والجذر ويا الجذر. انا عندي هنا شنو؟ 1، 1 في 7 7، جذر 5 ماكو جذر اضربه بيها هنا من هاي الصفحة جالس على هذا الحد، الناقص من العلاقة، شوف هذا حد، الجذر 5 من هاي الصفحة هذا حد ثاني من العلاقة بي، جاي اضرب بهذا الحد انا. جذر 5 اكو جذر هنا ينضرب بها؟ ماكو، اذا تنزل تنزل ناقص ينزل هسه هنا. شوف طلاب جذر 5 راح ينضرب بالثاني اللي هو هم جذر 5، جذر 5 في جذر 5 5 بدون جذر. انا هسه هذا الفوق ما يهمني، انا المهم اتخلص من الجذر. فهذا هنا انا ايش راح يصير عندي؟ جذر 5 في هاي جذر 5 راح تصير 5 بدون جذر، وهنا نحل السؤال بكل بساطه، اللي هنا نحل السؤال بكل بساطه. راح اعطيكم واجب اريدكم تحلونه، واجب اريدكم تحلونه وتدزوه الي على انستا على التليجرام بكيفكم، البرامج التواصل الاجتماعي تلقونهم بالوصف. شوف طلاب الواجب شو يقول؟ اريدكم تحلوا لي هذا السؤال، هذا السؤال، وحتى ما صعب عليكم راح اعطيكم اياه شبه كلش. 7 ناقص بدل ما اخلي جذر 5 راح اخلي جذر 3، واريدكم تحلوا لي اياه. تمام طلاب؟ حلوا لي اياه ودزوا لي اياه. زين طلاب خلينا نروح المثال القاعده الاخيره، ما اريد اطول المحاضره، راح اخذ المثال الاخير. انتبهوا للطلاب، هاي القاعده تقول لك هنا اذا كان عندك جذرين شو تسوي؟ هسه هاي القاعده اللي خشيناها تشتغل على جذر 1،
زين اذا اجاني جذرين شو اسوي؟ شوفوا طلاب نفس الشيء ما في اختلاف، اختلاف بسيط. شوفوا طلاب يقول لك بالبدايه لازم شو تسوي؟ لازم تاخذ هذا العدد بالبدايه نفسه تنزله، تنزله نفسه وعلى على حاله، وانا راح اخذكم مثال اطبقه. شوف هنا هو اخذ لي جذر اي وجذر بي، انا راح اخذ جذر 2 ناقص جذر 3. هو جاي يقول لك الاي والبي يعني انت بكيفك اختار الارقام اللي بكيفك. شوفوا طلاب هاي يعني قاعده عامه. هسه بيش اضربها لازم؟ شو يقول لي هو شو مسوي هنا؟ قايل لي هذا جذر اي وجذر بي اضرب بي بسط ومقام، بس الاشاره تغيرها. شوف هنا عندي ناقص هنا زائد تصير. الاشاره لازم تغيرها. اذا انا هذا نفسه راح اسوي اقول ان جذر 2 زائد جذر 3 على جذر 2 زائد جذر 3. شوف الطلاب سويت مثله. شو مسوي بعد؟ جايب هذا الحد كله ضاربه بالواحد، ايش طلع لي؟ نفس العدد، لان احنا اي عدد نضربه بالواحد ينزل نفسه، فانا راح اسوي مثله. ايش راح اقول له؟ اقول له هذا العدد اضربه بالواحد، اذا انا هذا العدد اضربه بالواحد، ايش راح ينزل؟ راح ينزل نفسه. جذر 2 زائد جذر 3. خلص من البسط هو. انه ايش سوى؟ ايش سوى؟ شوفوا الطلاب، الخطوه اللي وراها بالنسبه للمقام، ايش سوى؟ راح لبو الناقص. هسه مو عنده هو جذرين، جذر اي نعم عنده جذر اي ناقص جذر بي في جذر اي زائد جذر بي. ايش سوى هو؟ راح لبو الناقص، لبو الناقص القى هذا الحد اللي بيه ناقص وربع الاول وربع الثاني. شوفوا ربع الاول وربع الثاني. اذا انا لازم اسوي نفسه، وين اروح؟ الجذر اي ناقص جذر 3، جذر 2 العفو ناقص جذر 3، اربع الاول اللي هو جذر 2 تربيع ناقص جذر 3 تربيع ويساوي. هذا مع اللي شيء ينزل نفسه. شوفوا هو شو مسوي؟ نفسه منزله. وهنا شو مسوي؟ النوب مربع، مربع هذا. اذا انا راح انزل جذر 2 زائد جذر 3، وهنا راح اربع التربيع ويا الجذر يروح، تبقى عندي 2 ناقص جذر 3 تربيع. ايش راح يصير عندي؟ 3 بدون جذر، يعني شوف التربيع ويا الجذر يلغي ويساوي. هنا طلاب راح تصير عندي شنو؟ إشارة الكبير، وأطرح الرقم الكبير هو 3، آخذ إشارته هي السالب. 3 ناقص 2 1 على اليمين، على جذر 2 زائد جذر 3. إذا حل هذا هو هذا حل السؤال. هذا مثال أنا من يمي طبقته. هسه وراح أجي راح أحله بنفس الخطوات، نفس الخطوات راح أحلن بالمثال مال الكتاب. شوفوا طلاب راح اطبق القاعده هم على هذا المثال، وحتى لو يجيك يختلف انت عندك قاعده ثابته تشتغل عليها. شوفوا طلاب راح اخليه يساوي وراح انزل السؤال. شوفوا طلاب راح اسوي هيك شيء، راح احط الناقصه مره ثانيه. شوفوا طلاب بالبدايه راح احلل الجذر ال 21، ال 21 هو ما يتحلل بس اقدر افسخه. احنا كلنا نعرف ان 21 جايه منين؟ جايه من 7 في 3. اقدر افسخها الى جذر 7 وجذر شنو؟ وجذر 3. شوف طلاب هسه لو اجي هذا الجذور مختلفه، لو ارجع اضرب من 7 في 3 21 ترجع نفسها. لو اجي الضروب نضرب الجذور المختلفه، تمام طلاب؟ وهذا السؤال نفسه راح انزله. 2 جذر 3 ناقص جذر 7. هسه انا ما بديت احل، بعدني ما بادي حل، هسه راح اشتغل بالقاعده. شوف اول خطوه شنو؟ نزلت المثال، نزلت المثال نفسه، بس هنا انا سويت خطوات تعديليه. هسه لازم بمن اضرب بالعامل المناسب، العامل المناسب. شنو عندي العامل المناسب؟ يقول لي لازم تضرب ب 2 جذر 3 ناقص جذر 7، بس هنا لازم شو تسوي؟ تقول 2 جذر 3 زائد جذر 7. هنا انا راح اسوي فوق وجوه نفس الشيء. شوفوا الطلاب راح اسوي نفس الشيء، نفس المنطيني بالقاعده. اقول له يابا 2 جذر 3 زائد جذر 7، بعد على اليمن على 2 جذر 3 زائد جذر 7. هسه شوفوا الطلاب الخطوه اللي وراها ايش راح اسوي؟ راح اخليه يساوي، راح اخليه يساوي واجي اشتغل. شوفوا الطلاب شو مسوي؟ اسوي مثله. هسه هنا انا بعد ما لي علاقه بالقاعده، راح امشي انا بس مجرد اضرب هذا بهذا واضرب هذا بهذا. هاي شوفوا طلاب، راح اخذ هذا العدد كله اضربه بمن؟ بالحد الاول.
شوف شلون راح اضرب. انت بكوري طلاب، احنا شنو قاعدتنا؟ الرقم بالرقم والجذر بالجذر. ركز لي زين، هاي اهم اهم فكره بالدرس كله مال اليوم، حتى تضبطه وما تعاني من عندي. شوف الطلاب، لازم تصير ذكي بالضرب. هنا عندك رقم ينضرب بالثنين؟ لا، اذا تنزل الثنين نفسه. هاي اول خطوه سويناها. بعدها احنا شنو قلنا؟ الجذور المتشابهه، جذر ثلاثه في جذر ثلاثه، ثلاثه بدون جذر عفي، اذا اخلي ثلاثه بدون جذر. شنو بقى عندي؟ بقى عندي جذر سبعه، اجيبه وانزله. شوف الخطوه الاولى شلون بسيطه وسهله. زين، هسه وين اروح؟ اروح للزائد، هذا الزائد انزله. نفس ما سويت بالحد الاول اسوي بالحد الثاني. شوف الطلاب، عندي رقم ما عندي رقم، اذا ما حطن اي رقم. جذر سبعه في جذر سبعه، راح تقول لي سبعه بدون جذر، اقول لك عافيه صحيح. وجذر ثلاثه اكو جذر ينضرب بها؟ لا ماكو، اذا خلاص تنزل جذر ثلاثه. هاي القاعده هنا ايش قايل لي؟ قايل لي اذا عندك حدين اقواس متشابهه بس الاشاره مختلفه، فتروح لابو الناقص وتربع الاول وتربع الثاني. انا عندي هنا الاقواس هذني، عندي 2 جذر 3 ناقص جذر 7، وعندي 2 جذر 3 زائد جذر 7 متشابهات، هذا الحد يشبه هذا الحد. اذا انا وين اروح؟ اروح لابو الناقص اربع الاول واربع الثاني. اذا انا اروح لابو الناقص اقول له يابا تعال 2 جذر 3 تربيع ناقص وين؟ بعد جذر 7 الكل تربيع. تمام طلاب؟ ويساوي. شوفوا طلاب ايش راح اسوي؟ تقريبا خلص المثال، صبروا لي بس شويه. شوفوا طلاب، 2 في 3 6، جيد جدا. جذر 7 تنزل. تمام طلاب؟ هاي الزائد تنزل. 7 جذر 3 نفسها تنزل. هسه ايش عندك؟ شوف طلاب، هنا التربيع، شنو يعني التربيع؟ معناتها 2 جذر 3 مضروبة باثنين جذر ثلاثة. التربيع هو استنساخ، يعني هنا التربيع نسختين للعدد. لو كان ثلاثة أقول شنو؟ ثلاث نسخ للعدد. شوف طلاب، هذا شلون أسوي؟ الرقم ويا الرقم 2 في 2 4. تمام طلاب؟ الجذر ويا الجذر، جذر ثلاثة في جذر ثلاثة شنو؟ ثلاثة بدون جذر. 4 في 3 12، جيد جدا. إذا شو راح أقول؟ هذا العدد شو ينزل؟ ينزل 12 قبل ناقص. هنا عندي تربيع ويا الجذر قبل ينزل، هنا اختصره التربيع ويا الجذر يختصر، تبقى لي بس السبعة. الخطوة الأخيرة وينتهي المحاضرة كلها. شوفوا طلاب، بس ركزوا وياي، أدري بيكم تعبتوا. شوفوا طلاب، 6 جذر 7 تنزل، 6 جذر 7. هو ترى مو صعب، والله مو صعب، بس أنا جاي أفسخ حتى تفهمون. زائد 7 جذر 3. شوفوا طلاب، وهنا هاي نزلتها نفس الخطوه، ليش؟ لان ما عندي بيها تبسيط، بسطت كل شيء فجبتها وحطيتها. بس انا هنا، بس هنا عندي 12 ناقص 7 ايش قال؟ 5، وانتهى السؤال. شوفوا طلاب، عندنا بعد موضوع اللي هو الاسس وما ادري شنو، هاي ما تجي بالوزاري، يعني نادرا ما جايه بالوزاري، ما اتذكرك وسنه جايه بيها وزاري. شوف طلاب، هاي المواضيع المهمة. أنا ايش قلت لكم؟ قلت لكم الموضوع الأول بمحاضرتين يخلص، هسه هو خلص الأمثلة كلها. شنو بقى عندي؟ بقى عندي بس التمارين. التمارين هي مراجعة لهذني، هسه أنتم ماكو فكرة جديدة عليكم بعد راح تجي. التمارين كلها مراجعة للأمثلة اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. فهسه أريدها من عندك، حط لي لايك، تمام؟ حط لي لايك لأن جاي أتعب، هذا مرة ثانية جاي أصور لك إياها أنا. حط لي لايك حتى استمر، اذا انا اشوف 100 مشاهده 300 مشاهده بعد ما استمر. ليش استمر؟ لان ماكو دعم، الطلاب ما مهتم. فاتمنى من عندكم ان تدعمون المحتوى حتى نستمر، وراح اخلي لكم واجبات بقناه التليجرام موجوده بالقناه الوصف، حتى شنو تراجعون هذه الامثله. واذا شوف الطلاب ما حالين الواجبات اسوي لي محاضره خاصه للواجبات واحلها. يلا في امان الله.